بعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على العشاء خلال أول زيارة يقوم بها الأخير لأوروبا منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، ظهرت إلى العالم خفايا أحاديث الطرفين والتحليلات الإعلامية الأجنبية حول هذه الزيارة وأبعادها. فما الذي طلبه ماكرون من بن سلمان؟ في التفاصيل، اعتبرت وسائل إعلام فرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا هي خطوة لرد الاعتبار للأمير السعودي الذي كان منبوذاً بحسب فرانس 24 بسبب قضية خاشقجي. ومن جهة أخرى، تأتي هذه الزيارة بحسب الموقع نفسه في إطار الجهود الغربية الرامية إلى التقرب أكثر من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في ظل الحرب الأوكرانية والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. وفي هذا الصدد، أكد إيمانويل ماكرون على أهمية استمرار التنسيق الذي بدأ مع المملكة العربية السعودية لتنويع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية وحول موضوع مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. شدد ماكرون على ضرورة أن تنتهز إيران بينما لا يزال هناك متسع من الوقت الفرصة المتاحة لها للعودة في خطة العمل الشاملة المشتركة، فيما أفادت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الفرنسي طلب شخصياً من الأمير محمد بن سلمان أن ينقذ أوروبا ويساعدها في الابتعاد عن النفط والغاز الروسي خلال مأدبة العشاء. فيما قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن أوروبا تفرش لولي العهد السعودي السجاد الأحمر وتستقبل الأمير السعودي القوي بعد أن زار معظم القادة الأوروبيون بلاده في وقت سابق، مضيفة أن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا بحاجة للسعودية الآن أكثر من أي وقت مضى. كما يشار إلى اجتماع الرياض اليوم مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك والتأكيد على الالتزام باتفاقية أوبك بلس، وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة الرئيس ماكرون لولي العهد لمساعدة أوروبا بالتخلي عن النفط والغاز الروسي.